السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأنذر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأرأف من ملك. القلب العباد عبادك، والخلق خلقك، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت. القلوب إليك مفضية، وملكت بالنواسي، أخذت بالنواسي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وأنت أقرب حفيد وأدنى شهيد. أنت أقرب شهيد وأدنى حفيد. اللهم نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الجنة وتعيذنا من النار. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وأختم بالباقيات صالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إلى الخيرات، ومؤنسنا في القبور إذا وحشنا المكان، واجعله نورا لنا على صراط جسر جهنم. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وعظيمنا وقاعدنا وشفيعنا عند ربنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلاة ربي وسلامه عليه، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم على قناة الفتح مع البرنامج تدبر آيات الله عز وجل وتفسيره. وهذه الجلسة وهذا اللقاء هو اللقاء الأول لنا مع سورة القدر. والله نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم، ونستغفرك فيما لا نعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم ambe alatano sanyabe alaye sanyabe alaye kumabe sanyabe alaye inapo anaka kanjuko mina sanyabe alaye alade masa poloye alade masa labaye alade masa korotale alade masa epere masa mi ipo ite dugo alela ala kwetu sika ala kwetu ko ala kaje omwa fote ka ala yere kuta kwe ala nyina made ala gombe ibato ala u barka da ku tara tara ko mana ala u bi ikuta ala 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 ebe yapa ala shire bagawu ala ede kasu arma duna katu ka shire bela jilenga
ala ede kurosi bagaye mbi aka jong kurosi ala ambe dili ala ambe dili ka nemala ala ambe dili arjinela ala ambe dili ya kisko wa tasmama ala ambe dili kurne bay ala igake amma kuna noroy igake amma yele igake amma ina fimbo fe kaburu kona wati mina ay nanga dimoyo wuli ambla ala ake amma noroy stratu sampe nuwe jahanama wen okope amashira ka don kuma ora ko ti no mite chen a munakara musa taala kilimpe okope amashira ka don muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jondo wa ala ko taala ka jidendo ebal man lamin kila bela jele amba ko atare tare aka chen man islam be nuwe chen patwe anga garudala koka anta gashi kosbe kotbe alaka qurana la anka alaka qurana ka anka atafsir ka wala wala ni alaka alaka je ni ye anga chi ko kulo e anga wala da kulo mi ni abena bo ni kuram bado ka nambo wole ko suratu qadr a suratu 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 al qadr aha suratu al qadr a ale be anga walanda amina baroke minka bi insha Allah idan kanada bene yadi asura al muqaddima qabla an nashra bi bimada bi tafsiri asura hadhihi sura natanawal fiha ba'd al niqat aw an niqat al taliya al hiya madaniya am makia madaniya am makia idan lil ulama fihi qawlan qawlun yaqul bi anna sura makia wa qawlun yaqul bi anna as-sura madaniya yaqul abu hayyan as-sura madaniya bi qawli akthar al ulama أو أكثر المفسرين وذكر الواحدي أنها أول ما نزلت بالمدينة ذكر الواحدي أن سورة أول ما نزلت بماذا بالمدينة وقال الجلال في الإتقان السيوطي وقال الجلال في الإتقان فيها قولان والأكثر أنها مكية ترون فيها قولان والأكثر أنها مكية عند أبو عند أبي حيان مكية بأكثر قول العلماء وعند السيوطي السورة عند أبي حيان السورة مدنية بأكثر أقوال العلماء وعند السيوطي السورة مكية بأكثر قول العلماء نعم هذا هو وما يتعلق الآن بعد المكية والمدنية فالسورة من حيث الترتيب السورة تأتي بالترتيب السابع والتسعين الترتيب السابع وكم والتسعين وآيات وخمس آيات سورة من قصور المفصل المفصل والسورة تتعلم من خمس آيات وعدد كلماتها أي عدد حروفها أولا عدد حروف السورة 114 حرفا الله أكبر إذن هذه السورة عدد حروفها تساوي عدد سور القرآن عدد حروفها تساوي عدد سور القرآن الكريم عدد حروفها كم 114 آية والقرآن كم سورة 114 سورة والكلمات كلماتها 30 كلمة وكلماتها 30 كلمة ومن حيث النزول هذه السورة نزلت بعد عبس وتولى
السورة نزلت بعد عبس وتولى. وموقع السورة، السورة تقع بين سورة العلق وبين سورة البينة. تقع بين سورة ايه؟ سورة العلق وبين وبين سورة ماذا؟ وبين سورة البينة. اذا فما العلاقة، وما العلاقة بين السورة التي نزلت بعدها، وما العلاقة بينها وبين سورة العلق وبين سورة ايه؟ وبين سورة البينة. وبين سورة ماذا؟ سورة ايه؟ سورة البينة. نعم. الآن أنقول أن سورة النات على جه مغان سورة نوا تاري مدينة سورة نوا دور مغاو ورا نوان بولا كوسبة كوسبة دبي دا كابو كدور مغاو فام باتارا كو مدينة سورة نوا مدينة سورة نوا كذاك أولوكا كو بكنكا إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن فالسورة تتحدث عن ليلة القدر، وهذه الليلة موجودة في رمضان، ورمضان مفروضة إلى في المدينة، إلى في المدينة. إذن فكما يقول أبو حيان أبو حيان بافو دون ما غفا جمع ولبتا كسراني كو مدينة سرانو مدينة سرانو كذاك سران بيغا كما لا تغير سوكا إلى القدري إلى القدري سنو على البيو سمولو كنو على البيو سمولو كنو بيان بات دولا كو سمولو ما واجبيا كو مدينة سمولو ما واجبيا كو مي سمولو ما واجبيا كوناكرا مدينة ولا تبايدا سيوتي الجلال امام سيوتي نعم الباقو كو دن ما كتما تما بايدا كو مانسوران يسا دن ما فان تما بايدا كو مانسوران ولا امي مسوران فمان كرون تونغا يدا كو كوسراني دن ماو بغا بغا جون سما سما لا كو سبي كو تبي ام باغان سوران يا اني اما دين سوران لا با نابوراني نو asurani nie skurane from jiti mina kana kabo zambia katini kuma abena ara abeni jo surani abeni jo don ya dem ne ola ko surani abeni jo ara bisheke ani wulum blana bikron ton wulum blana a bikron ton wulum blana rata kwe a ayada ayachimante ayadu aya 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 boni a letru makono harfu akolole surani kolole bela de meta be kolole keme an kolole tanna Allahu akbar asurani akolole be obeta be kolole keme an kolole tanna ina ko ale suran kolole obeta be qurane suran hakimade ale suran yatide a harfu akwana ko akolode kolode mba kono a suran kilena ka kolode mina ya be frawon ka abda be kolode keme atan nani ma kolode keme atan nani wa qurna bena suran jatide bena we suran keme aha an suran jele an suran an suran tan nani a mie a kelmatu ye nungo ammo mo noye adagunya ye abda be adagunya bisbali ma dakunya aha dakunya bisba ta ben dakunya bisba fa wa ala sura ni fene nya ta ka tigin na je sibel ko dere ay men ko sibel ye ah me tigini na anara abasa le ko fe anara abasa ah ina ko abasa tigina o ko be ah suratul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr o qadr wala sano am ta ka no yin ga yar wa qur'an fi ben bela jele توقيفيون لو عمنا سبعة نفل كمنا قرنا تجينا دي كامبان كان كا بيت المعمور كان عدين كامبان كان مقلو سامرو لألابولو دون نمين كامين كلا تاني دي تاني دي عمنا سبعة لقولا نبي انك ايرا كابو عباسا تجينا درون
ajiginina innara me ba rosa sibella kurana kono uchaka ta nyona abata me fo tabe do ale fo kuma nga o sibeli sibeli kurana kono me min hadi tartib nga me min hazu nuzul fa hadi sura nazalat ba'da abasa limada limada okay alan sura al-wari sura abasa tatahadath an mada abasa wa tawalla ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى واما من جاءك يسعى نعم اذن عبسة عتاب من الباري عز وجل لرسوله ومصطفى حين أدبر وأعرض عن الأعمى وأوى واشتغل بماذا بزعماء قريش يعني يريد أن يوصل إليهم الدعوة لأنه يرى في إسلامهم قوة كبيرة للإسلام والمسلمين لأن هذا القصد الذي يراه قد يكون سببا في دفع الأذى من المسلمين جعله يشتغل بهؤلاء ويعرض عن الأعمى لأن فيأتي القرآن الكريم عتابا له نعم عبس وتولى متى أن جاءه الأعمى ما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة نعم إذن فهذا قدر وقضاء من الله عز وجل على أن هؤلاء الزعماء قد حق العذاب على أكثرهم حق القول على أكثرهم إنهم لا يؤمنون ده من هنا فيأتي سورة القدر بعد البينة يبين المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن الأمور قد كتبت وقدرت وقد الله عز وجل بها قبل أن يخلق السماوات والأرض ولا لا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الأمر كتبت في ليلة القدر ورفعت الأقلام وجفت الصحف فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لا إذن يا محمد كتبنا كل شيء من كان يهتدي فإنه سيهتدي ومن لا فلن يهتدي حتى ولو بدلت ما بدلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ثورة لا وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا تذهب نفسك عليه اشتغل واهتم بهذا الذي جاءك يريد نور الإسلام إذن ألانا أرأينا العلاقة بين أسرتين نعم سيدان أما يسيدان كاكي فرانو نورم بنوان جينافو بكا تين كا نورم باركا كا نورم سونجيلا بس فرانو أباسا من ألي تينا ألي تينا بس إنبو مساعدة على بكا تيرا جراكي منا أياك بكا قولو يكفين دولا on dara be ka silamɛya ɲini ka yɛrɛ saniya ka i ɲɛsin mankaw ka pato
فإن نون التعظيم الله يعظم نفسه، يقول إن والمراد به هو وحده. إذن فإذا كان الإنزال أو إذا كان الفعل عن الإنزال أو عن الخلق إنا خلقنا إنا أنزلنا، ولكن إذا كان عن العبادة فالإفراد إنني عن الله إنني أنا إننا أبدا إنني عن الله. إذن فإذا كان الفعل إذا كان الفعل فعلا لا يتحدث عن العبادة، يتحدث عن الخلق أو عن الإنزال أو عن الرحمة أو كذا، نعم. أما العبادة إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذن إنا أنزلنا إنا أنزلناه في ليلة القدر. إننا الأصل إننا فولا لا إن اسم إن إن واسمها إن محمدا رسول إن محمدا رسول إن ونا، ولكن هناك إدغام إن فينا أنا المتكلمون أنا. إذن إنا إننا إذن إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذن أنزلناه في ليلة القدر الكمل في محل ماذا؟ في محل رفع خبر إنا، في محل رفع خبر خبر إنا. إنا أنزلناه أنزلناه الضمير في أنزلناه يرجع إلى ماذا؟ الضمير في أنزلناه اتفاقا إجماعا على أنه يرجع إلى القرآن الكريم. الضمير أنزلناه يرجع ماذا؟ يرجع إلى القرآن الكريم، يرجع إلى القرآن الكريم. إذن هل تقدم ذكر للقرآن في هذه السورة؟ هل تقدم للقرآن الكريم ذكر في هذه السورة؟ الجواب لا. إذن فلا بد للضمير من مرجع. إذن فكيف عرفنا أن الضمير أنزلناه يرجع إلى القرآن؟ نعم، اتفاقا بطبيعة الحال. لماذا؟ هذا تعظيم، هذا تفخيم وتعظيم، تعظيم للقرآن الكريم. فكأن القرآن الكريم لشرفه ومكانته نزل منزلة الحاضر من كل السامعين ومن كل قارئين ومن كل مسلم ومن كل بشرين. كأن القرآن معك الذي معك أنزلناه، الذي يرشدك أنزلناه، الذي ودستورك أنزلناه. الله أكبر، إنا أنزلناه. إذن فهو معك، فهو حاضر معك. إذن ولو لم يسبق له ذكر فإن المقام والحال يدل على أنه تقدم وأنه مقدم معك. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إنا أنزلنا القرآن الذي بنشكر بشرفه ومكانته وعظمه أنه قريب معك، أنه حاضر معك في كل حال وفي كل مكان. وسبحان ربي العظيم. أنا
lako arukana ko tomiru anya lati ko aka kere han aka anga ki ko fo ngo madu nara ye bigidama jai ah wa jado madu nara ye bigidama
aya aya ko aya do ni ala ko dan dro ban ko ala yo ko fo kira ina ka katime kuma oma adraka obaira ala yo ko fo aya ina katime mena ko wa ma yudrika amo faide وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وما يدريك لعله يزكى لعله يزكى أو يذكر أو يذكر نعم وما يدريك لعله نعم كو نكو وما يدريك وأمو فايدة نكو وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ابو فايده وما يدريك لعل الساعه وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا هو بيقول ابو فايده لعل الساعه تكون قريبا واثر ابو فايده انا جيتني وما يدريك لعله يزكى او يذكر ابو فايده وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أو فايوا أي أبو فايدة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إذن هكذا ما قاله العلماء بمعنى وما يدريك وما أدراك وما وما أدراك هنا للتفخير للتفخير تقوم بقبويا جوني إلى الدنيا لا تغشل القدر يقول هذا ليلة الحكم ليلة القدر قد يكون القدر بمعنى أيضا الشرف ليلة الإسراء ليلة الشرف ليلة الكرم ليلة الجود ليلة القدر ليلة القدر وما أعلمك ما ليلة القدر إذن فكأن الرحمن الرحيم عظم الأمر و أنزله منزلة وهو كذلك لا يعلمه ولا يعلمه ولا يعلم به أحدا إلا هو نعم لا يعلمه أحد ما ليلة القدر لذلك جاء وقال ليلة القدر خير من ألف شهر نعم ليلة القدر خير من ألف شهر إذن نطني فني دموي من فؤلاء نوي ما أدراك وما أدراك وما أدريك كناك ما بني وما أدراك ودكوفي كوفي فوكا على بنيا كأفوكا بنيا القارية ثم القارية وما أدراك ما القارية سكون قوم ادك 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 ادك
وما أدراك ما ما ليلة القدر ما ما قلنا ما استفهام يعني التعظيم وما أدراك ما ما استفهامية إيه التعظيم والتفخيم وما أدراك من بين إلى الدنيا لا تجلسوا لا يبقى جهران يبقى نفاد يبقى بنياد يبقى برادي دان دوا أبي فهم يبقى دوا فهم يبقى كون يبقى دوا أي دون على قصة نو فتني دون وني على وني على في الدنيا في السنة ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر أها ليس فيها ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إذا عندنا مسائل المسألة الأولى ليلة القدر هل هي متكررة في كل سنة هل كل سنة فيها رمضان فيها ليلة القدر الجواب نعم الجواب نعم كل سنة فيها رمضان وفيها ليلة القدر لأن رمضان في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بعد هذا في رمضان هل في كل رمضان أو في وقت معين أو عندنا الثلث الأول الثلث الثاني الثلث الأخير أي في ماذا في العشر الأواخر من رمضان في عشر أواخر من رمضان هل في كلها هل ليلة القدر في كل يوم أو في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر لا في الوتر في الوتر ولكن أترى كيف ترى الوتر هناك وارد أن تكون كل ليلة من ليالي عشر الأواخر من رمضان أن يكون وترا وأن يكون شفعا كيف هذا معقول معقول قد تكون كل ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر كيف هذا أولا عندنا مسائل مسألة الأولى لو نظرنا إلى اختلاف إلى 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 اختلاف الناس في المطالع أو إلى اختلاف الناس ماذا في الشهر قد نكون نحن في مالي في ليلة 21 وهؤلاء في السنغال 22 أو في السعودية هناك 22 إذن أترى إذا هذا نعم كذلك إذا جعلنا حسبنا من أعلى إلى أسفل إذا عددنا من أسفل إلى أعلى نقول 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 أوكي الآن لو أخذنا من أسفل 20 شفع 21 وتر 22 شفع 23 وتر 24 شفع 25 وتر 26 شفع 27 وتر 28 شفع 29 كم 29 وتر 29 وتر نعم هذا إذا جعلنا من أعلى من أسفل ولكن إذا عددنا وقسمنا من أعلى نقول إذن 30 30 أو 29 أي 30 يكون ماذا وتر وكذلك كان شفعا و 29 يكون شفعا وكذلك كان يكون شفعا وكذلك كان وترا 28 يكون وترا وقد كان شفعا 27 يكون شفعا وقد كان وترا هكذا انتبه
أقول انتبه. إذن في الحديث يبعثوا من كم؟ من 90 بقينا. 90 بقينا هذا كم؟ هذا 21. أو كم؟ أو 7 بقينا. 7 بقينا هذا كم؟ هذا 23. أو 6 بقينا هذا كم؟ لا 7 بقينا. أو نعم 1 هذا 9 بقينا هذا 21. بعد هذا 9 بقينا. إذا كان علينا 8 بقينا ودي 7 بقينا 23. 7 بقينا 3 و20 23. إذا علينا 5 بقينا. 5 بقينا كم؟ 25. 5 بقينا هذا 25. هذا 25. إذا من هنا فليلة القدر مجهولة ولكنها موجودة في رمضان في عشر أواخر منه وفي الأوتار. التمسوها في الوتر. إذن ليلة القدر خير من ألف شهر. هو على شكل قفزة نكالو باكلي أشكل قفزة نكالو باكلي أشكل ليلة القدر يلا أبي سام بيكونوا أو سانسا نسمع البوكرو أبي تان كاسي أبي تان كاسي نسانسا نسمع البوكرو سين بوكرو كذا ليلة القدر ألي بسمع له ديلا نسمع سر لا درون ألي بسمع بعد ذلك أبي سر أبي سمع له كلو يرب بلاوا سمع له كلاروس باري تام فلو تام فلانا تام سمانا ليلة القدر أبي سمع له تان لبان ديلا أبي سمع له تان لبان ديلا لكن القدر فلاني وطلبا وبدوا اي ويترو امبير منسيكا كلا مغان كلي مغان سبا مغان دورو مغان ولملا مغان كنانتو مغان كلي مغان سبا مغان دورو مغان ولملا مغان اني مغان كنانتو وي ويتري اذن كلا قد ينكو التمسوها في الوتر و انغانيني أنا أقول لك 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 نيا دامني كادامني دوما كايلن سامبي على جيره نيا دامني دوما كورا كادامني كريم موانا كايلي نيا دامني ولا كادامني نيا دامني دوما كايلن سامبي انو سان كليم موان اوتي كليم موان كلي موان بلا موان تبا موان ناني موان دورو موان ورو موان اولم بلا موان شيكي موان كونتون اوتي موان كونتون ولا سرباس اما سو نيا دامني دوما كلام مغان كلنا هو يغطري كلام مغان سبانا هو يغطري كلام مغان دورنا هو يغطري كلام مغان اني ولم بلانا هو يغطري كلام مغان انو كونتنا هو يغطري وي نيا ادمني توج منا نيا ادمني غما نغا نيا ادمنا سانفه كنادو ابن اسانو ابي يرم توتالما دونك كلام مغانا اي كلي بيسبانا هو يغطري كلي بيسبانا وبيكي وطري كا مغاني كونتونا وبيكي شامبوي دو إلا سانا بكي نبو نا ترانا يفوتان بي وطري بيكي سانو كلي بي سبا وي وطري كلي مغان اني شكي وي وطري كلي مغان اني وارو وي وطري كلي مغان اني ناني وي وطري كلي مغان اني بلا وي وطري نا دامنا سانفي كانا كلي بيسمانا وبكي وطري كلي مغان اني شكينا وكي وطري
kilemwa an worona obeke wuturuye kilemwa an nanna obeke wuturuye kilemwa an flana obeke wuturuye yaisa a a kile ani kilemwa na sa kilemwa na pele obeke wuturuye wala ko aka anyini a abela abela mpia anira le sala ko aya nyini ni kilemwa na ko ntura ni tisini baqina aya nyini ni sungalo kile ni sungalo sungalo ni akrita to tra kile kontin ko ga nyini oy oy kile jeli oy muani kile dege walma na to tra le wolon blaye ko ga nyini o jeli oy kile sabaye o kile sabaye na to tra kile durie ko ga nyini oy jeli oy kile muan durie akeda oy oy kile ha oy kile muan durie wala bilak lo kadri a adonende adon melia o de kera amma wala sa anga barake bilak lo kadri khairu min alf shahr tib al qima ko ale akadani kalo bakle kalo bakle o sanjeli akafla ni kalo bakle aha naka fani kalo bakle san sa ako kalo bakle mi play donc obita bien a sanjeli mai bulu a na anga la jon pe san piche ki a kalo bakle obita bien bulu nam san piche ki alpus kalo san piche ki ani san saba 83 sana 14 shuri 83 sana wa 14 shuri dan bisheki ani san saba ani kolonani abta bode ba sa bisheki ani san saba ani kolonani ashukre abta be bode ba anara adisala ko jirabeno ay san baklinge san bakli akalo bakli abesu kalo bakli abe jihaduke kalo bakli abe ala ko bara chamange ko kila ka bako yala aka bara la ta na ta na tro amma bi musde kali ni ni on tro ale ma ko chika chika tro musde kali on tro wala ta 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 ala ni shuda ma nu a shukle pe abe ta be kalo kalo jilma kalo 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 bakle ta bishiki ani san saba ani kalo nani aha وقيل أنه فيما مضى كان العابد لا يسمى عابدا حتى يعبد الله كم حتى يعبد الله ألف شهر العابد فيما مضى كان لا يسمى عابدا حتى يعبد الله ألف شهر وقيل كان ملك يعني سليمان 500 شهرا كان ملك سليمان 500 شهر وكان ملك ذي القرنين وكان ملك ذي القرنين كذلك 500 سنة وملكهما يساوي كم يساوي 1000 شهر 1000 كم 1000 شهر ملك سليمان ملكه دام كم 500 شهر وذي القرنين 500 شهر وهما معا هما معا 1000 شهر إذن فأعطى الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قيمة ملكهما في هذه الليلة لمن أدركها بل وأفضل منها بل وأفضل وأفضل من هذه المدة إذن ليلة القدر كو على كل كفتة ني شو ني كالو باكلي شو كلم بي كفتة ني كالو باكلي أو كالو باكلي كفتة بي سان بي شكي سان بي شكي أني سان سبا أني كالو ناني سان بي شكي أني سان سبا أني جلي أني كالو ناني
do ola sisan ko ala de o ta ko di kira mandoma donc ko donala o ye ko ko kira ko kira ye jeni ala subhanahu wa ta'ala aye ala subhanahu wa ta'ala bato kalu bakile ati ala kota abe shilke abe sunke abe jaduke ko be ala kasaka ko ala kira ko ala ale mandon shiga sunatro se gali mandoni ala subhanahu wa ta'ala sudama shukle mi kafta ni chenga an kalu bakli da min huna ko alele kiram mandon ga soye ala kota ala bro do na fen ko ko ay mata sulemana ko alega masaya aka masaya ko kalu bena kalu bakli kalu bakli ay don kalu tu du du lo qarnaini kota kalu tu du do ko ni o kalu tu du fla frawanga kota ben kalu bakli ma dan ko musa ta ala yo ko ka masaya de wo masaya o daraja o baraji o bato ay o dikira man ko mashukle mbe ni mo mi asu ni ka susuro dan ko asukle mbe bato ye bato fe me ka ko ko o ka da ni kalo bakle tanazzalul malaikatu war ruhu fiha aha izan ko amela ko be tigi ni dona ملكات يقول لابي أتمنجلا تنزل الملائكة والروح فيها ذن الروح قيل الروح جبريل وقيل الروح صنف من الملائكة جعلوا حفظة على سائرهم قيل صنف من الملائكة جعلوا حفظة على ماذا على غيرهم وقيل الحفظة هم أشراف الملائكة وأقربهم من الله وقيل الروح الرحمة ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من أمره من نعم ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده إذن هكذا قيل بالروح هكذا قيل بالروح تقول الروح وي تقول ملك جبريل تقول الروح كو عليك لم تلا كو ملك دودي ملك مي ني أولي بلاك ملك تو كروشي ها أولي ملك أولي على مبلا كملك تو كروشي تقول تقولي كو أي كو ملك أولي من كسر على لكتبة من كسر على سبحانه وتعالى لا كتبة يقول لك الروح بمعنى الرحمة لا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من روح الله الروح بمعنى الرحمة الرحمة ده من هنا ملكة بتجي نندول نشولا أني ملكة تقول لا وبيع وجمع بإذن ربهم ني أمك جين ني أسوان تعالى جين بإذن ربهم ني مسا تعالى جين من كل أمر من كل أي من هنا بمعنى الباء أي بكل أمر من كل أمر أي بكل أمر يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله يحفظونه من أمر الله أو يحفظونه بأمر الله دونك من هنا يعني حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ينوب بعضها عن بعض من هنا بمعنى الباء بكل أمر قوم من القوم بتجي أني أمك جين ألا من ذلك ألا من ذلك ألا من بفهم بدأ قوم من القوم بتجي أني أمك جين دوننا أني لا تكون بلا جلني أني لا تكون بلا جلني فلان يموت فلان يحيى فلان يعلو فلان ينزل فلان يسري فلان كذا كذا على عبد نبي بانغي نبي سا نبي كرطة نبي ماتي نبي ورطرو نبي نتوى نبي ورد ببا نبي كبنا نبي كبنا ببا عبد بنا قضاء نغا قضاء كوني وقضاء يعني سنوي وقضاء يومي نعم خلق كل شيء فقدره تقديرا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قضاء سنوي
كل يوم هو في شان قضاء يومي دو الا بي كوب بلا دلاتكي كا بي هكا تقول كا ايلو دوبلي كا سيا كا سانسا كمالو لا لا تيغا شو لا كا سيا كا وفنا دونغو دو فنا وتابي نو دونغو دو الا بي كولا دونغو دو الا بي كولا سلام هي سلام اي تسليمه هي سلام اي مسلمه هي ومن قوم بتجي ني كشي دي كا كشي دي دونك او بتجي وسلم بعض على بعض كو بنيون بو بنيون بو ممنون سلام هي قوم من قوم بتجي ولا كشي دان فوني ولا لا شيء دان فوني حتى مطلع الفجر حتى مطلع حتى انتهاء الغايه فغتاسي فايري كنتيلما حتى مطلع الفجر فغتاسي فايري كنتيلما الغا خمنا دما ولا بيان مشترات الاغلب لغم جنة كان بين سلام ورلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وشكرا لكم ودمتم في خير وعلى خير.